الجبن هو ثروة مائية وطاقة ومناخية كبيرة برش، هو معدل المناخ تاع الجهة، هو هذا المسبح متاعنا في الصيف، هو المرعى تاع حيواناتنا، هو تقريبا يعني الفضاء الترفيهي اللي تجيه الناس من جهته كله حتى السواح. زيادة لأن الماء هذايا تاع واد البن هو ماء صالح للشرب، والمناطق المحيطة به أماكن مازال ما وصلهاش ماء صالح للشرب، فالناس ساعات تستعملوا الحيوانات. ثم أنه احتياطي كما هو مسجل في أرشيف واد البن، احتياطي ماء صالح للشرب في حال تعطب الشبكة المائية في المدينة أو المدن المجاورة. مورد الماء الوحيد في جهة من معناها بريسك، شوف قديش عشرات الكيلومترات ما تلقاش نقطة ماء غير واد البن، المورد الماء الوحيد. زيادة على المنظر الطبيعي، وأكثرية العباد من المتسكنين يكسروا في بزنة، ناس معناها محتاجين، ناس معناها عايشين، المورد رزق نتاعهم هي الغنم الحيوانات. ثم شكون يحصد في القصب من الواد يستثمر، يحصد في القصب ويصنع فيه بواد ويبيع فيه ومعيش منها صغار. سيتي أن أكسيدون تخي غراف دو فواتور، إي كي ما presque coûté la jambe, ça devrait être amputé parce qu'il y avait, ça a développé un gangrène. Et la gangrène, en fin de compte, j'ai pu le maîtriser avec l'utilisation du tin et bien sûr continuer à bouger dans les différentes sources. للأسف الشديد أخيرا اضطررنا واضطرت السلطة المسؤولة أو ظروف الحياتية أن تنشأ محطة تطهير بجوار مدينة المكناسي، فبدأت يعني البحث في مسار المصب للمياه المعالجة من المحطة. وهناك بصراحة أرادوا أن كان المسار الأول هو مسار على مستوى السكة الحديدية القديمة، فعلى إثر احتجاج بعض السكان هناك واحتجاجاتهم مشروعة رأينا أن نحيط قليلا هذا المصب نحو الانحدار، يعني أين نحن الآن. وكان من المقترح المتقدم مقترح من المقترحات أن يكون المكان ها هنا رغم ما سنخسره واضطرارا، أو إذا كان الدولة عندها إمكانيات يعني تبتعد قضية قليلا نحو الشرق، أي حد ينتهي هذا الماء، لأنه في على مسافة كيلومتر آخر أو كيلومتر ونص سيجف هذا الماء. تفاجئنا بحالة الفزع اللي كان عليها سكان الجهة، كان سببها نية جعل واد البن مصب للمياه المعالجة ب محطة تطهير في المكنسي. لذلك سرعنا نحن كجمعية حماية التراث وتنمية السياحة الثقافية باستعانة بخبير في السياحة البديلة وباحث في التاريخ القديم سي زهير بو عزيزي باش نعملوا تظاهرة إعلامية نحطوا الإصبع على الإشكالية بالضبط وماذا بينا نحدوها. لذلك على هذاك نحن استدعينا مختلف الأطراف المعنية بالموضوع هذا باش نعملوا حل جذري وسريع لإنقاذ هذا المعلم الأثري والطبيعي. مش كان في سيدي بوزيد في كامل الجمهورية عادة يقع اختيار موقع محل تطهير والمصب اللي هو يكون الواد، وهذا موجود في كامل الجمهورية، عندك يا إما في البحر يا إما في الأودية. لأن الجانب الوحيد اللي ما عندناش فيه أي اعتراض يا خويا نحب نوصلوا لهنا، وين جاي هناك مشينا خرجنا بعد أنت جاي من الواد من هذي خرجنا، دونك يلزمنا نشرو ارض ولا ناخذ ارض باش نعملوا محطه ضخمه ونتعدوا المياه. لقينا البيست هذيك تمشي للفوسفات، جينا من غادي ولقينا واد هنا، الواد هذاي حددناه بين كيلومتر ونص وزوز كيلومتر، لقينا ان المياه تمتص تم بدون ان توصل لهنا، حتى لو توصل صارت المشكله محلوله. احنا كمجتمع مدني مع ونقترح عليك تعملوا لجنه فيها ناس كيما باهيه وهي تتواصل تتفاوض مع السلطه وتعاوننا. والمحطه هذه مش محطه نتاع نهار ولا شهر ولا كذا، مشروع عظيم. بون ينجم يقول لك اليوم راهو الواد
الماء باش يوصل صافي. أرقى محطة تطهير في العالم تخرج 90%، معناها ما ثمش تطهير ولا باش يتصفى 100% إذا وصل الويت. آجلا أو عاجلا باش يوقع طف المحطة. أبسط حاجة تصب المطر، تصبت المطر باش تعدى كما هو. يعني كارثة آتية، يعني مياه الصرف توصل الويت كما هو. إذا وصلت الغطاء الأخضر انتهى. الأغنام إذا شربت منه أمراض 100% منها تضرب الكبد. بصوا فيك عفانا عفاكم الله، اللي هو مباشرة بيتعدى البشر. بالنسبة للأشجار انتهت، الماء غير صالح، اجي يعني ما عادش نربوا الأغنام. وهذا من باب المستحيلات، لأن عائلات هذيك العائلة نتاعها وهذيك المعيشة نتاعها. صيحة فزع نرفعها لنستنهض همة كل إنسان غيور على العباد أولا، وعلى البلاد ثانيا، وعلى المناخ وعلى التراث وعلى الأصالة وعلى المكان وعلى الجغرافيا وعلى يعني مجال حيوي كبير بركة برشا، اقتصادي اجتماعي بيئي حيوي بصراحة. أذكر Thank you.